السلام عليكم. بالعادة بنرجع بالقطرة والمقطرة، ولكن اليوم رح نرجع بالزمان. إذا رحت على الشغل واشتغلت مثلا، إذا يعني أنت عبيت الشاحنة أو المقطورة ونسيت تحط الكرت تبعك، وبعدين ذكرت الكرت وجيت أنت بدك تحط الكرت بالتاكوغراف، كيف فيك تسجل المعلومات القديمة؟ يعني كيف فيك تسجل أنك أنت اشتغلت قبل ما تحط الكرت؟ اليوم رح نتعلم كيف نسجل المعلومات هاي. هلا انا رح حط الكرت ونشوف شو رح يطلع لنا رسائل. اول شي فيلكومن، يعني مرحبا. بعدين بتطلع الكنية تبعيت صاحب الكرت. هلا هون بخبرك امتى كانت اخر مرة سحبت فيها الكرت تبعك. طبعا بحالتي بتقول بال2024 ب28/8 الساعة 18:39 انا سحبت الكرت. طبعا بحالتي انا اليوم انا كنت عم بشتغل من شوي وسحبت كرتي من شاحنتي، وهلا حطيتها بشاحنة تانية وراح سوق هاي الشاحنة. هلا في حالتي راح تكون انه في تقريبا 9 دقائق ل10 دقائق، هذا الوقت انا كنت عم بنقل اغراضي وبشتغل مثلا، هذا بنحسب ضمن وقت الشغل. هالعشر دقائق انا مشان ما تنحس، يعني مشان ما تنخصم من الساعات الشغل تبعيتي ما تنحسب استراحة، انا لازم سجلها انه انا كنت عم بشتغل. كيف راح نعمل هذا الشيء؟ شوفوا الساعة هلا 18:48 بنفس اليوم. يعني هون التاكوغراف بيسألنا انه انت كنت عم تاخد استراحة بهالفترة، انا رح قله لا، منغير على الكلمة 2 ونعطيه اوكي. وهون بيسألنا التاكوغراف بيقلك لجاتيل مانويل انفستنجر، يعني انت بدك تحط انه بيانات مانويل، يعني يدويا بدك تسجل بيانات. هي التاكوغراف محطوط على كلمة يا، وانا بس بدي قله اوكي ايه صح، يعني بدي حط معلومات يدويا او مانويل. هلا هون بيقول لك انه الخيف تبعك او بالانجليزي الشيف تبعك خلص بال18:39، راح اقول له هذا الشيء صحيح وراح سجل له انه انا شو عملت بعدها. هلا بنكبس لفوق بنغير على الانت اربيتا، او انه هي مثل شاكوشتين انه كنت عم بشتغل انه غير شغله. بيقول لي انت خلصت بالتوقيت الفلاني الفلاني، انه بقول له انه صح. هون بيقول لي بدك تطبع المعلومات، بقول له لا. بيقول لي بدك تاكد المعلومات، بقول له ايه. كلار اتشورا، يعني انت هلا جاهز انه او جهزت مشان تبلش تسوق. اخيرا اخواتي، اذا بتعرف في حدا محتاج هيك فيديو بتمنى تبعت له اياه.